انا مندهش للمشاكل تاع الشعب الجزائري اللي عنده. وبالنسبه للاتحاديه في النظام الاتحاد المغاربي يسوى محاوله تخليص الجزائر من ديونها على العيشه في الحبره. عمار معنا من سوق هراس، مرحبا عمار. السلام عليكم، واش راكي بنتي سميه؟ وعليكم السلام، والله الحمد لله، الله يخليك. الله يبارك فيكم. اولا في البدايه نحيي ابو صهيب الدكتور ونحيي ام امين وكل الاحرار المغاربيه والجاليه في الخارج. انا بنتي سميه. نعم. على من راح ننتخبوا؟ ننتخبوا اللي زادونا في الكهرباء، ننتخبوا اللي زادونا في الزيت، ننتخبوا اللي زادونا في التريسيتي، ننتخبوا اللي زادونا في الغاز، ننتخبوا اللي زادونا في الضرائب، ننتخبوا اللي زادونا الكراس سكنات، نزيدوا روحوا ننتخبوا عليهم نعطوهم واحدة خامسة واحدة سادسة واحدة رابعة يديوا الحصانة. على من راح ننتخبوا بنتي سومية؟ برك أنا نقول لك ننتخب في حاجة واحدة برك. اللي هي؟ معايا. نعم. ولا هي نهار اللي ترشح أبو صهيب تدريس في عنابة وترشح أم أمين تدريس في الجزائر العاصمة، ننتخب عليهم وندير لهم حملة انتخابية. واضح. ربي يبارك فيكم. نعم الله يبارك فيك، شكرا لك. وانا مندهش للمشاكل تاع الشعب الجزائري اللي عنده. وبالنسبه للاتحاديه في النظام الاتحاد المغاربي يسوى محاوله تخليص الجزائر من ديونها على العيشه في الحبره.